سعيدين جدا اليوم في مركز بوظبي للصحة العامة ودائرة الصحة بأن نكون معاكم لإطلاق حملتنا الجديدة بعنوان غير الحكاية. نكون معا في رحلة لتغيير حكاية سرطان الثدي، نركز فيها على أهمية التوعية، أهمية الكشف المبكر، وأهمية دعمنا لبعضنا البعض للوصول لجميع الخدمات الهامة مثل الكشف المبكر، الماموغرام، وأيضا الخدمات العلاجية اللي يحتاجها مجتمعنا. نعمل جميعا على تغيير الحكاية لنهاية أجمل وأفضل، لكن نستغل الفرصة عشان نبشركم بأن نحن حاليا في إمارة أبوظبي ولله الحمد أكثر من 85% من الحالات المكتشفة من سرطان الثدي تكتشف في المراحل المبكرة جدا. شو يعني هذا؟ يعني أن فرص الشفاء التام تصل إلى أكثر من 98%. لكن نحتاج دعمكم في هذه الرحلة عشان نغير الحكاية ويزداد هذا الرقم، ونفحص بإذن الله مبكرا ونكتشف جميع الحالات الممكنة في المراحل المبكرة جدا. ونذكركم مرة ثانية، سرطان الثدي لا يصيب فقط خواتنا من السيدات، من الممكن أنه يصيب أخواننا من الرجال. فلنعمل معا ونجعل نهاية هذه الحكاية ابتسامة نصر وابتسامة تفاؤل.